في إطار مساهمة الكشافة التونسية في مقاومة وباء كورونا وكسر حلقات العدوى وتحت شعار 60 ثانية تسمعني مش برشا لحياتك، احتضن فضاء محطة الحافلات بباب الخضرة وسوق سيدي البحري تظاهرة تأتي في إطار برنامج توعوي وتحسيسي بأهمية التقيد بالبروتوكول الصحي وخاصة حمل الكمامة وغسل اليدين. ثانية مش خسارة في حياتك، نوعي في المواطنين على أهمية وسائل الوقاية اللي هما لبس الكمامة، تباعد أقل شيء متر، وضرورة غسل اليدين أو استعمال الجل المعقم مع المواطنين مع سواق حفلات كذلك في المرشي. وقد رصدنا تفاعلا من المواطن مع هذه البادرة ودعوة حثيثة لتكثيف الرقابة في وسائل النقل وخاصة وقت الذروة. والله انا وحدي معلوماتي وحدي، لخاطر تو الواحد ماذا بيه ديما يرد باله من برشا حاجات، هذه الامراض ما تعرفش عليها، مش حتى الكوفيرا، ثم حاجات اخرى زي المواطن النهار كل يعني يركب الحافله يعني واضح، اما فيجوا اخر وقت العشيه وحطوها كيف الطماطم هكا فوق بعضها. برنامج مكثف للكشافه التونسيه ومشروع متكامل الجوانب بعنوان وعي، وهي محاولات دؤوبه من هذه المنظمه من اجل التوعيه والتحسيس وخاصة في الفضاء العامة خصوصا الأسواق. البرنامج هذا يمتد على مدة عام كامل، الهدف نتاعه أساسا هو القيام بحملات توعوية لفائدة المواطنين، لفائدة التلامذة، لفائدة المجتمع التونسي، باش نحاولوا كيفاش المواطنين نتاعنا نذكروهم وإلا نعرفوهم أكثر بالقواعد الصحية السليمة. لأنه إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة بتونس أعطتنا أنه أكبر أرقام مسجلة في معتمدية المرسى، بعدين باردو، بعدين باب سويقة، وبعدين الحريرية. المناطق هذوما اللي مسجلين أكبر نسبة إصابات هما اللي مش ندخلوا فيهم. وللتذكير فإن الكشافة التونسية بصدد القيام باستبيان تهدف من خلاله إلى رصد العدد الحقيقي للمصابين والمتوفين، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.